قبل يوم من ذكرى العدوان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين في الضفة العربية وقطاع غزة. وتوعدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، توعدت إسرائيل برد قاس على مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 3 من عناصر الكتائب. من جانبها، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني سلم فياض العملية معتبرا أنها تصعيد خطير ومحاولة مكشوفة من جانب الاحتلال للتهرب من استحقاقات السلام المرفوضة. كل ما تمثله من نزعة عدوانية وتصعيد خطير لا يمكن فهمها إلا في سياق استهداف حالة الاستقرار والأمن التي تحققت بفضل وعي مواطنينا في كافة المناطق هنا في نابلس وفي كافة المناطق. هذا يوم حزين لنا نحن في فلسطين، 3 شهداء في نابلس في عملية اغتيال واضحة.